السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة اشرح لي. النهاردة فيديو جديد وشرح جديد، ازاي اقدر انزل تعريفات الكمبيوتر او اللابتوب من النت من غير ما يبقى عندي فلاش او اسطوانة عليها التعريفات. طبعا النظام القديم كان واحد بيضيع لو الفلاشة ضاعت او الاسطوانة بتاعت تعريفات الجهاز، كان الموضوع بيبقى صعب عليه جدا. دلوقتي انا هنعمل خطوة بسيطة، هنفتح ونكتب فوق في التول بار، ثانية واحدة، نكتب جوجل يفتح معايا. بكل بساطة تكتب بس تعريفات في جوجل يفتح معاك في موقع يظهر لك فوق اهو، نتيجة برنامج تحديث تعريفات التحميل، دوس عليه يدخلك على الموقع. طبعا درايفر وباك، بمجرد ما حضرتك هتكتب هتدوس هنا تثبيت جميع التعريفات، هيبدأ على طول يعرف الجهاز عندك من غير اسطوانة ولا أي حاجة. البرنامج زي ما هما كاتبين كده آمن ومجاني ولكل الأجهزة، يتم توفير درايفر باك مجانا. درايفر باك تتعاون رسميا مع الشركات المنتجة لبرامج مكافحة الفيروسات وتحميل الكمبيوتر، يعني مش تأذيك. لكل الأجهزة تمتلك قاعدة بيانات للتعريفات بالعالم، ويمكن استخدامها لإعداد أي كمبيوتر. اي تعريف اي لابتوب هتلاقيه هنا، اي تعريف لاي جهاز بي سي هتلاقيه هنا. واليوم كمان شركة اوبرا عدد مستخدمي الموقع 47,677,000 في كل ثانية، اهو النمو بيزيد. موقع مهم جدا، نتمنى يكون الشرح فاتكم، وان شاء الله هنسيب لكم في الديسكريبشن لينك، بس اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.